وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الصحفي والإعلامي العراقي حسين دلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، مع استمرار التظاهرات لما يقرب من شهرين واتساع رقعتها، ألا تعتقدون أن العراقيين يرون وعودا حكومية بالإصلاح غير واقعية؟ لكم على الاستضافه، تحيه للرافدين ولجمهورها. حياك الله. موضوع المظاهرات التعامل بعيدة، والاستجابه الحكوميه بدات انها ترابا دقيقه، يعني لم يرى المتظاهرون ولا المدن التي انتفضت واحتجت خلال الشهرين الماضيين اي من الوعود التي قدمها حيدر العبادي لإسكات هذه المظاهرة، فكانت حبرا على ورق. اليوم الكتل السياسية بما فيها الحكومة وحيدر العبادي مشتغلة بإنضاج الكتل الأكبر والتحالف بعد تصديق المحكمة الاتحادية اليوم على نتائج انتخابات مجلس النواب بعد 4 أشهر من انتهائها. الواقع يقول أن الوعود السياسية تطلق بزافا دون اي تحقيق على ارض الواقع، وبالتالي هذا يزيد الاحتقان احتقانا في الشارع العراقي، ويبدو ان الطرف منحا ثانيا وجديدا اذا استمر هذا السكوت او هذه المغالاه من الحكومه. طيب، يعني معهد ميدل ايست في تقرير لها كذا ان خيار العراقيين اصبح وجوب تغيير نظام الحكم ككل، ما الدافع وراء هذا الخيار برايكم؟ يعني لما يصل الشعب العراقي بعد 15 عاما لا شيء من المنجزات سوى الفتات، لم يشهد العراق اي منجز استراتيجي يحسب له حساب، ليست هناك انجازات حقيقيه على ارض الواقع. المظاهرات التي اندلعت اكثر من مره، ونشهد تقريبا كل سنه او كل سنتين مظاهرات احتجاجات فاسعه، القطاع الكهربائي نحو الاسوء، الماء الان لا يقلصون عما كانت عليه في السنوات الماضيه، اليوم في جنوب العراق ليست المشكله فقط في انقطاع الماء بل بارتفاع مستوى الملوحه، الناس لا تجد حتى ما تشرب، ولذلك عندما يصل الى قناعه ان هذه الحكومه وهذه المنظومه التي تحكم العراق باعتبار ان الانتقادي ليست او الحكومه بل سبقتها 3 حكومات، عندما يرى ان هذا انه اي او اي يحكمه على المستوى الانساني او على المستوى الحقوقي او على مستوى الخدمات والبلديات، انه سيضطر الى التفكير بان البقاء هذه الحكومه وهذه المنظومه تحكم العراق عملية فاشلة، وبالتالي هو يسعى إلى أن تغير جميع الآليات التي تحكم العراق منذ 15 عاما، ويصبح من المشروع له البحث عن خيارات جديدة وخيارات تتيح له التخلص من هذه الثلة أو هذه الترمة التي تحكم العراق منذ 15 عاما. طيب، نحن الآن على مقربة من تكوين حكومة جديدة، إلى أي مدى ترون أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيحسم هذا الأمر؟ طبعا من المعيل بل من المسهل نعم نعم، يبدو أن هنالك مشكلة في السكايب. شكرا جزيلا للإعلامي والصحفي السيد حسين دلي، كنت معنا من قطر، شكرا لك.